كنت اعمل كومباريزون بين ايتوال واسبيرونس يهيب، في شنو الفرق؟ وفي تشوف ماك تعرف اسبيرونس في تونس معناها في العاصمه، فهمت؟ ديما في الجمعيه اللي في العاصمه تلقاها اكثر اشعاع كما فهمت. مي الفرق بيناتهم ما فماش فرق كبير حقيقه، جوج جامعات كبار، كسوا على القاعده الجماهيريه، كسوا على المحبين، جمهور الاتوال تشوف جمهور المنتمين يمشيو يسافروا الدوخ. اسبيرونس كيف كيف، ما الفرق ممكن شويه الفرق في الفلوس برشا شويه. لا اسبيرونس مشكلتها ما توحلش، ما هيش مشكله، هذه حاجه باهيه. اي ما توحلش في الفلوس، ممكن شويه الاتوال فما شويه مشاكل تاع فلوس برا، فهمت؟ معناتها كان جات ما فماش مشاكل تاع الفلوس تلقى الامور كل مريكل.